الجمعية الأممية للأمم المتحدة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي معي عبر الهاتف مفادتنا إلى نيويورك الزميلة هيفاء الحسيني. مساء الخير هيفاء. أهلا وسهلا بك هارون، وأهلا وسهلا بمشاهدي قناة رشيد. هذا اليوم هارون كانت هناك لقاءات مكثفة وأيضا اجتماعات مكثوفية كبيرة بين القادة، قادة رؤساء دول العالم. التقى الدكتور حيدر العبادي بالرئيس الروسي بوتين، وبحث معه ملف التسليح والعلاقات الثنائية والحرب على داعش وتسليح روسيا للعراق. أيضا هارون التقى الدكتور حيدر العبادي بالرئيس المصري السيسي وأكد دعمه لوحدة العراق ومحاربة الإرهاب، هذا ما أكده الرئيس السيسي. جيد هيفاء، إذا سمحتي لي خليني أبدأ من الموضوع الأخير، كلمة السيد العبادي بمؤتمر مكافحة الإرهاب، شنو أصداء هاي الكلمة؟ السيد العبادي نعم. يعني أكد على مواضيع مهمة من ضمنها إصلاح حتى المؤسسة نعم. العسكرية وإصلاح كل ما موجود. عنها هارون كلها راح أتحدث لك عنها، لكن الأهم هذه اللقاءات المكثوفية اللي التقى بها مع الأمين العام للجامعة الدول العربية وأيضا نظيره التركي والهولندي والكويتي واللبناني وأيضا دول كثيرة. تحدث معهم الدكتور حيدر العبادي بكل صراحة ودعا الدول بمحاربة الإرهاب وأيضا مساعدة العراق في الحرب على داعش. خليني أتحدث لك على اللي تحدث به الدكتور حيدر العبادي. الدكتور حيدر العبادي في هذا المؤتمر حذر من خطر داعش الإرهابي الذي لا يعرف الحدود والذي أصبح يشكل تهديدا عالميا. قال بالدكتور حيدر العبادي دعم العراقي معركته، وقال نحن نحارب نيابة عن العالم، خصوصا وأن ثقل داعش الإرهابي تمركز في العراق، وإذا ما تمكن العراق من القضاء على هذا الخطر فإنه سيحد من خطره عالميا. كما تحدث وقال يعني وطالب بتحديث الرئيس الأمريكي مزيدا من الدعم وزيادة القلعات الجوية للتحالف الدولي، وأيضا تحدث عن التسليح الذي ما زال يعني قليل جدا للقوات. جيد هيفاء، هذا الحديث كله صار واضح إذا سمحتي لي، لكن خلينا أيضا نتحدث عن هاي اللقاءات المكوكية اللي ذكرتيها، شنو أصداءها وشنو نتائجها؟ الأموال والاستغلال منافع النفط. هيفاء تحدثتي عن لقاءات مكوكية للسيد العبادي بأكثر من نظير إلى بي على هامش الاجتماعات، لكن شنو نتائجها؟ شنو البوادر الأولية لهاي الاجتماعات؟ نعم، النتائج مهمة جدا. النتائج الكل وعد الدكتور حيدر العبادي بمزيد من التعاون حول الحرب على الإرهاب ومساعدة العراق، وأيضا هناك عدد من هذه الدول هي ضمن التحالف الدولي. أيضا تحدثت أن هناك اجتماعات كبيرة وكثيرة حول زيادة الطلعات الجوية للتحالف الدولي لضرب أوكار داعش، لكن خليني أتحدث لك عن ما شكلته هذه الزيارة بشكل عام، يعني وما تحدث به الإعلام الأمريكي وتحدث به السياسيين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد في أماكن صنع القرار الأمريكي. بشكل عام تحدثوا أنه هذه الزيارة لها أهمية خاصة للعراق في معركته ضد الإرهاب، وأيضا تحدثوا أن الرئيس العبادي الذي وقع بين مطرقة طلب الشارع العراقي بالإصلاحات وبين سندان حرب داعش التي تستنزف موارد البلاد وتعيق تمويل المشاريع التنموية، إضافة إلى الخطر الأكبر الذي تمثله هذه العصابات الإجرامية على أمن وحياة العراقيين. هذا ما تحدث به الإعلام. طيب هيفاء، أنا ما بقى عندي وقت كثير، يعني بسؤال أخير إذا سمحتي لي بإيجاز. هذا اليوم يواجه مشاكل كبيرة جدا بسبب التوازنات الصعبة جدا والمعقدة في المشهد الدولي من حيث تضارب المصالح بين الدول الكبرى مثل روسيا التي دخلت هذا اليوم على الخط المواجهة مع داعش وأعلنت أنها ستلاحق داعش في سوريا والعراق
مدعومه. طيب هيفاء اذا تسمعي لي، هيفاء ايران وسوريا وحزب الله، هذا ما تحدث به الاعلام الامريكي، وكانت الصحف الامريكيه الواشنطن بوست والنيويورك تايمز الماشيتات العريضه حول هذه العناوين، وتحدثوا ايضا ان امريكا وحلفائها تطلب من الرئيس عبادي ايجاد جسر للحوار بين هذه القوى على اساس جسر لمصالحه العراقيين، خصوصا وان مركز العمليات الاستخباراتيه الذي شكله العراق مع روسيا وايران وسوريا التي هم الاهم في حسم المعارك، خصوصا وان لداعي جيوب كثيره في داخل المدن العراقيه. هذا المركز والدخول الروسي بدا يقلق التحالف الدولي وخصوصا امريكا، وبالتالي على العبادي ان يوفق بين هذه الدول انطلاقا من مصلحه العراق. هذه اهم ما تحدثت به طيب وضحت الصوره هذا اليوم حول زياره العبادي، حول لقاء الزميله هيفاء الحسيني. يعني اسمحي لي ان اشكرك مفدتنا الى نيويورك، اكيد راح يكون عندنا تواصل اكثر بهذا الموضوع. شكرا للزميله هيفاء الحسيني، شكرا جزيلا. خطاب مؤثر ألقاه الأمين العام للأمم المتحدة، قال فيها أن الدول الخمس المتمثلة